بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.
شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. اقرأ كتابك كفى